بشرت سارة في تلك اللحظة بولد. قالت يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ يعني أنا عقيم وامرأة كبيرة وزوجي خلاص كبر بالسن، من أين يأتينا الولد؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هذا بشارة، بل بشرها الله عز وجل على لسان الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فما أجمل تلك الفرحة التي عمت بيت إبراهيم الخليل، أن الله عز وجل سيرزقه من سارة ولدا، وسماه الله عز وجل إسحاق، بل أخبره أن من بعد إسحاق سيأتي يعقوب. وهؤلاء كلهم أنبياء الله عز وجل. مرت الأيام، رزقت سارة بإسحاق، وظل إسحاق سنوات طوال أيضا زوجته لا تنجب، 40 سنة ظل، حتى دعا الله عز وجل فرزقه بتوأم، طفلين ذكرين من زوجة إسحاق، زوجته اسمها رفقة. رزقه الله ولدين، الأول اسمه العيص، ثم جاء مباشرة نفس البطن يعقوب، قالوا آخذ بعقبه فسمي يعقوب العيص، وهو أبو الروم، ومنهم خرج أيوب عليه السلام. أما يعقوب هو الذي اسمه إسرائيل. هنا بداية القصة. ولد يعقوب عليه السلام وعاش في فلسطين حتى شب وترعرع، ثم طلب من أبيه أن يهاجر إلى حران، أن يخرج من فلسطين إلى حران. ليش؟ عند خال له اسمه لابان، يريد أن يعيش معه ويعني يعمل معه في الغنم. فلما ذهب إلى خاله رأى أن عند خاله ابنتان، واحدة كبيرة وضعيفة في الجسد، واحدة أصغر وقوية في البنية. الكبيرة اسمها ليا، والصغيرة اسمها راحيل. يعقوب عليه السلام أراد أن يتزوج الصغرى فطلبها من خاله، قال يا خالي أريد أن أتزوج ابنتك. قال أي بنت؟ قال راحيل الصغيرة. قال بشرط. قال ما هو؟ قال أن ترعى الغنم لي 7 سنين، فإذا أتممت 7، هذا يعني المهر، بعدها أزوجك إياها. قال لا بأس. فعمل يعقوب عليه السلام 7 سنين في رعاية الغنم حتى أتم المدة، فجمع خاله الناس وصنع وليمة للزفاف، فقدم إليه وزف إليه ابنته ليا الكبيرة الضعيفة. فجاء إلى خاله قال يا خال، لم يكن هذا العهد بيني وبينك، الوعد بنتك الصغرى راحيل. قال لم أكن ليزوج الصغرى قبل الكبرى. فلما رأى إصراره قال له إذا أردت الصغرى فاعمل لدي 7 سنين أخرى. طيب كيف أخذها؟ لم يكن في ذلك الزمان الأمر محرما أن يأخذ أختين، لم يكن عندهم في شرعهم محرما. ثم بعد هذا لحكمة أرادها الله في البشر حرم هذا على البشر، أن يتزوج الرجل أختين، أن يجمع بين الأختين. بعد 7 سنين تزوج يعقوب عليه السلام الصغرى واسمها راحيل. الخال لابان أعطى جاريتين لبناته، زلفة للي الكبرى وبيلها للصغرى راحيل، فصار يعقوب عليه السلام عنده زوجتان وجاريتان، كل زوجة معها جارية. فرزقه الله عز وجل من الكبرى من ليا 4 من الأولاد. الآن بدأ أول ذرية إسرائيل، هم أول بنو إسرائيل، 12 ولدا ليعقوب عليه السلام. شوفوا الآن تقسيمهم بين الزوجات، أول ما بدأ الإنجاب من الأخت الكبرى مع أنها ضعيفة، رزقه الله الولد 4 من الأولاد، روبيل، شمعون، يهوذا، لاوي. هؤلاء 4 الكبار كانوا من الأخت الكبرى، الزوجة الأولى. فلما رأت ليا البنت الصغرى، الزوجة الصغرى اللي جسمها أقوى من الكبرى، الله ما رزقها الولد، تأخر الولد عندها وهبته جاريتها، فرزقه الله منها ولدين.
فوهبته الزوجة الأولى الجارية فرزقه الله منها ولدين، صاروا كم الحين؟ صاروا 8. ثم رزقه الله عز وجل 2 وبنت من الزوجة الأولى، صاروا الآن 10 أولاد وبنت. ثم رزقه الله من زوجته الصغرى راحيل ولدا لم يخلق في الجمال مثله. من هذا الولد؟ إنه يوسف عليه السلام. رزقه الله عز وجل يوسف أجمل ما خلق الله في ذلك الزمان، شطر الحسن. ثم بعده بنيامين أصغر الإخوة 12، رزقه الله الأولاد والبنت، فاستأذن من خاله: أريد أن أرجع إلى فلسطين إلى ديار أبي. الآن بدأت قصة بني إسرائيل، ولدوا كلهم في حران، ثم هاجر بهم، انتقل بهم مرة أخرى إلى فلسطين. في الطريق أصيب بتعب يعقوب عليه السلام، مرض يسمى عرق النساء، إلى اليوم معروف هذا المرض. فجاءه بعض الأطباء يريدون علاجه، فمنعوه من أكل لحم الإبل، فحرم على نفسه أكل لحم الإبل هو لأجل المرض. أولاده حرموا على أنفسهم أكل لحم الإبل، فصار سنة عندهم تحريم هذا اللحم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. الله ما حرم عليهم الإبل، لكنهم حرموا على أنفسهم لضرره على أبيهم، فحرمه الله عز وجل، والله ما حرم عليهم أصلا في الأساس. رجعوا إلى فلسطين. الآن بدأت قصة بني إسرائيل. أول ما وصل بنته أو زوجته الصغرى راحيل أم يوسف وبنيامين توفاها الله عز وجل. طبيعي الأب لما تموت أم الأولاد يميل لهؤلاء الأولاد أكثر، من باب الرحمة، من باب العاطفة، من باب الشفقة عليهم. أمهم ماتت، صح في عندهم زوجة أب وخالة وعندهم جارية ونعم هذا موجود، لكن يبقى أن أمهم توفيت كما قيل، وقيل أنها عاشت سنوات طوال حتى ذهبوا إلى مصر ثم توفاها الله، والعلم فيه عند الله عز وجل. يوسف كان من أحن الناس على أبيه، ولهذا أبوه ارتبط به ارتباطا شديدا، ليس فقط وسامة وجمال بل أخلاق وبر وعطف على أبيه، فقربه أبوه بين إخوانه. ما الذي حصل بعد هذا؟ بدأت قصة بني إسرائيل، طفولة عادية لكن شابتها شوائب سنكملها بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة. نلقاكم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.